امبارح وصلت بعثة فريق الكرة بالنادي الأهلي للعاصمة الكينية نيروبي استعدادا لمواجهة فريق جورماهيا في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وغادرت بعثة الأهلي القاهرة بعد خوض مران صباحي بملعب التتش، وبيستعد الأهلي لخوض ضربة البداية في دوري أبطال إفريقيا أمام جورماهيا الكيني، وذلك في الثالثة عصرا يوم الأحد المقبل على ملعب نيايو الوطني. الاتحاد الافريقي لكرة القدم وافق على طلب الزمالك بالوقوف دقيقة حداد على روح الراحل إيهاب جلال المدير الفني الأسبق لفريقه، وده قبل مباراة الفريق أمام الشرطة الكيني واللي هتتلعب النهاردة في ذهاب دور 32 لبطولة كأس الكونفدرالية. منتخب شباب كرة اليد فاز على منتخب ليبيا بنتيجة 39-15 في ربع نهائي بطولة افريقيا بتونس، وبكده بيتأهل منتخبنا إلى نصف النهائي. الموقع الرسمي للدوري الانجليزي الممتاز اعلن عن اختيار النجم النرويجي هالاند كافضل لاعب في اغسطس بالبريمير ليج بعد البدايه القويه للموسم مع مانشستر سيتي، وسجل هالاند 7 أهداف في 3 مباريات بالدوري. البرازيلي رافينيا لاعب برشلونه حصل على لقب افضل لاعب في الدوري الاسباني لشهر اغسطس وفقا لاستفتاء رابطه الانديه الاسبانيه الليغا. نادي تشيلسي الإنجليزي أعلن تجديد عقد المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون بعقد طويل الأمد حتى عام 2033 القادم، ليستمر بشكل رسمي رفقة تشيلسي لمدة 9 سنوات قادمة. فريق الريان اللي بيلعب فيه محمود تريزيجيه حقق فوز كبير على فريق الشحانية بنتيجة 4-2، ده في افتتاح الجولة 4 من دوري النجوم قطر اللي أقيمت على استاد أحمد بن علي المونديالي. بروسيا دورتموند حقق الفوز على فريق هاينهايم بنتيجة 4-2 في المباراة اللي جمعتهم على ملعب سيجنال إيدونا بارك، وده ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني، وتصدر دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني بشكل مؤقت برصيد 7 نقاط، بينما بقى هاينهايم برصيد 6 نقاط في المركز الثاني. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هنروح لفاصل ونرجع لكم مرة تانية نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر.